بحضرتك انا عاصم علي، بزنس ديفلوبمنت مانجر شركه دراك سيستم. شركه دراك سيستم شركه وسعها مصريه. احنا نازلين في المبادره النهارده، مبادره الوطن الرقمي، ومبادره اسمها مصنع رقمي. فكره المصنع الرقمي، فكره المصنع الرقمي هي ان احنا نمايكل المصنع وكل الادارات تحت نظام اداره واحده، حتى يصل ادارتها واصدار التقارير وعمليه الترتيب داخل المصانع، لان الوقت ما بقاش يسمح للشركات الكبيره او الصغيره في التاخير في اتخاذ القرار. فاحنا بنحول الشركه رقميه بحيث جميع الادارات مربوطه تحت نظام واحد من غير اي ورق او مستندات، يسمح للشركه بمتابعه اعمالها والتخطيط بالمراقبه اللحظيه لجميع اجزاء المنظمه تحت نظام واحد. طب ده بيفيد المجتمع الرقمي او مجتمع الشركات او المصانع بيه؟ طبعا احنا شغالين في المناطق الصناعيه في جمهوريه مصر العربيه والمملكه العربيه السعوديه في الميدل ايست، شغالين مع المدن الصناعيه، ملكنا اكثر من 50 مصنع في صناعات مختلفه. طبعا المصنع بيختلف اداؤه تماما من الاداء العادي الى نظام رقمي مبني على الايزو ستاندرد 9001، بيسمح للشركه انها تحقق اعلى معدلات تنافسيه تفرقها عن منافسينها في الاسواق وطرح منتجاتها، او على الاقل الخوض في ظل التغيرات الاقتصاديه اللي موجوده دلوقتي في العالم. شكرا لك.